السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد من قناة محمد الجيمر، ورجعنا لكم بمقطع جديد وحلقة جديدة من أمونج أس. وبهذه الحلقة يا شباب، طبعا في كثير عالم طلبت انه بدها، يعني شافت يوتيوبرية مثل سيد و يعني يوتيوبرية ثانيين انه نزلوا عن الماب الجديد من أمونج أس. فيا شباب، بهذه الحلقة راح اشرح لكم كيف انه تلعبوا بالماب الجديد من أمونج أس. فلا تنسوا تضغطوا على زر اللايك، خلينا نوصل هذا المقطع لعشرة لايك، وتشتركوا بالقناة إذا ما كنتم مشتركين، وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل شيء جديد. طبعا اللي ما شاف الفيديو الماضي من أفضل 10 لاعبين صغار في 2019 يعني بالعالم كله، يروح يشوفه بقناتي هو. فيلا يا شباب نبدأ. فأوكي شباب، دخلنا للرابط الملف، فطبعا حجمه خفيف جدا، 420 كيلو بايت. فبعد ما تحملوه يا شباب، تدخل على برنامج زد اه، اللي هو هذا هو البرنامج يا شباب، تدخلوا عليه يا شباب. بعدها تدخلون على اندرويد، بعدين تدخلوا على داتا، وبعدين يا شباب بعد ما تدخلوا على داتا تدخلوا على هذا يا شباب، محطوط كمان ايضا صورة امونج اس، تدخل عليه، بعدين تدخلون على فيلز، بعدين يا شباب على سيرفر انفو، تحذفوا هذا الملف يا شباب، بعدين تروحوا للداونلود. بعد ما تروح الداونلود يا شباب، هون يا شباب التنزيل ها هو سكيور نيو، طبعا تضغطوا على ضغطة مطولة، بعدين تعملوا له نسخ، بتروحوا نفس الطريقة. الو شو صار؟ يلا نسخ. بتروحوا كذا، بعدين نفس الطريقة اللي عملت لكم اياها، اندرويد داتا على امونجاس على فيلز، بتحطوا هون التطبيق استبدال. فا اوكي شباب، خلينا ندخل لامونجاس. شباب مسجل انا؟ اي تمام. اوكي يا شباب، بعدين بعد ما تفوتوا على امونجاس، تضغطوا على فري بلاي، طبعا راح تلاقوا ذا سكيلد فوق، اللي هو الماب القديم انتوا تلعبوا فيه، وتحته الماب الجديد. فندخل على الماب الجديد يا شباب، فيلا يلا ندخل، ادخل ادخل على الماب الجديد. اوكي شباب، دخلني للماب الجديد، هذا هو الماب الجديد يا شباب. فنطلع من كذا من هون شباب، عذرا عن المقاطعة. طبعا يا شباب، في شغلة ثانية ما حكيتها، وهي انه في ايضا تقدروا انه تلبسوا الألبسة مثل الشرطي وكذا، يعني هذولا مجانا ايضا يا شباب من عندي، وقبعات أيضا. وبس كمل الفيديو. يعني ماب خرافي يا شباب، هذا هو الماب. فهون نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، إن شاء الله تكون عجبكم. لا تنسوا تعملوا لايك للمقطع يا شباب، وصلوا هذا المقطع 10 لايك، وتشتركوا بالقناة إذا ما كنتم مشتركين، يعني نريد نوصل 300 مشترك. أنا عم حاول يا شباب إنه أساوي كل يوم كل يوم مقطع جديد، بس مشان نزيد مشتركات، لكن يا شباب ما حدا عم يشترك ويتفاعل بالتعليقات. فالسلام عليكم.